ضيفتنا اليوم نوال الحوتي، خبيرة في التواصل ومؤسسة وكالة تواصل براند فاكتوري. حلقتنا اليوم نتحدث فيها عن تداعيات كورونا على قطاع التواصل والتظاهرات، وبما أننا على أبواب الانتخابات، المحور الثاني من البرنامج سنتطرق فيه إلى كيفية تواصل الأحزاب مع وكالة التواصل من أجل جذب الناخبين. اهلا وسهلا استاذة نوال. اهلا سي عبد الله، شكرا على الدعوه وعلى الاستضافه ديال انفاس في انفاس تي في، وانا اليوم جد مسروره بالتواجد ديالي معكم في هذا الاستوديو الجديد، وكنتمنى لكم ان شاء الله مستقبل زاهر في هذا الميدان الجديد ديال انفاس. شكرا استاذة نوال. بدايه، شكون هي نوال الحوتي والمسيره المهنيه ديالك؟ الوغ انا من زعما في الاول فاش بديت الدراسه ديالي ما كانش نهائيا في الميدان ديال التواصل، بانني انا دكتوره في علم البيولوجيا، قريت في فرنسا، ولما دخلت بعد ملي كملت الدراسه ديالي تلاقيت بواحد الطريقه تري زعما بغازار فاتير مع الصحافه، ولقيت راسي عندي واحد الميول وواحد الحب كبير لهذا الميدان ديال الصحافه. دونك بديت. شنو هما المنابر الصحفيه اللي اشتغلتي فيهم؟ الوغ انا كنت فاش دخلت في الاول تلاقيت مع حسن العلوي واشتغلت معاه في واحد المجله بالانجليزيه كان سميتها سكسيس. دونك خدمنا واحد عام ولا عامين في هاد المجله، ومن بعد انا بحكم انني قريت بالفرنسيه دونك اقترحت عليه اننا نديروا مجله بالفرنسيه، وهكذا خلقنا كرينا لا ريفو ايكونومي انتربريز اللي اليوم راه عندها براتيكمون 22 عام باش خرجت للسوق، وجات في واحد الوقت اللي كان المغرب كان صاحب الجلاله يلاه تربع على العرش، وجات في واحد الوقت اللي كانت الصحافه فريمون تمودرنيزات وكانت بغات هذاك الانفتاح. نعم. اللي جا مع وكان تخصص في الصحافه الاقتصاديه، ما كانش صحافه اقتصاديه. نعم. كنا بدينا بالصحافه الاقتصاديه، ومن بعد بيان سور تطورنا وابتكرنا هذا مجلات اخرين في الماناجمنت، في لارت دو فيف، في بزاف ديال المجالات اخرى، وعاوتاني في هذا لورغانيزاسيون ديال المؤتمرات، وهذا الميدان هذا حتى هو توفقنا فيه وتطورنا فيه بزاف. ومن هنا جاني واحد لو شانجمون في المسار ديالي، بديتو بعدا بواحد الشركه اللي كرييت في الميدان ديال لا ديستريبيوسيون. دونك خدمت واحد ابتكرت واحد لا مارك ديال الاحذيه، لان مشيت. نعم. على لو دومين ديال الصحافه. نعم. ومن بعد ما لابيل ديال الصحافه وديال التواصل ما خلانيش نتم هذاك المسار في هذاك الميدان، واخا انني ديفلوبيت فيه ودرت فيه بزاف ديال المسائل ورجعت. دونك وهنا سي في هذاك لو مومون في 2013 فاش جي لونسي براند فاكتوري، لاجونس براند فاكتوري. نعم. كنت تعاملوا مع التواصل لدى المقاولات، الوساطه ما بين المقاولات والوسائل الاعلام. تماما. دونك حنا كنعطيو لي كونساي في التواصل مع الصحافه، التواصل العام، التواصل مع المؤثرين. وحنا اوني لو كونساي ديال الشركات، وحنا اللي كنكونسييهم باش اشنو هما لي زانفورماسيون، اشنو اللي غادي يمكن لهم يفون اكسبريمي بالنسبه للصحافه. نعم. بالنسبه للراي العام. نعم. لان خص الشركات يتواصلوا. نعم. اترافير الصحافه باش يوصلوا لي زانفورماسيون ديالهم للراي العام. نعم. دونك هذا هو الاساس ديال الوكاله ديالنا. ومن بعد بيان سور كاينين دي سيرفيس واحد اخرين، لانهم بحال اورغانيزيو لي كونفيرونس دو بريس، لي فواياج دو بريس، لو كونساي المديرين ديال الشركات اكسيتيرا. نعم.
وفي ظل الظرفيه الحاليه في ظل تداعيات كورونا، كيفاش اثرت الجائحه على قطاع التواصل الصحفي والتظاهرات بما ان القطاعين مرتبطين بجوج؟ الوغ كورونا، ملي جات كورونا دارت واحد الزنزال في المجال ديال الشركات والوكالات ديال التواصل، لان كل شيء وقف. دونك حتى داك التواصل حتى هو كيفاش الشركات غادي يتواصلوا مع الراي العام والناس كلهم اون كونفينمون، كنا في الحجر الصحي، خصو يتغير، ما يمكنليش يبقى الصحافه وقفات، لا بوبليسيتي وقفات، كل شيء وقف، وكل شيء وقف واحد المده باش يشوفوا اشنو غادي يوقع. دونك بحال لا وقفنا، والتظاهرات الكبار بيان سور، لي سالون راه عرفنا باللي اوتو اكسبو باغ اكزومبل، هذاك لو سالون ديال ليكسبوزيسيون ديال السيارات ولا ديال الفلاحه ولا كاع هذوك التظاهرات الكبار، موازين، هادو كلهم وقفوا، لان ما كانش يمكن، اون سي كو ما يمكنش الناس يتجمعوا ويكون تجمع ديال الناس. دونك كاينين شركات، بزاف الشركات اللي وقع لهم مشكل كبير، لان وقفات لاكتيفيتي ديالهم، ما بقاش يمكن لهم يديروا حاجه. واحد من بعد القرارات ديال الحكومه، واخا كانت استئناف مؤقت، يعني ما انتعشاتش في داك الاستئناف. حنايا بصفتنا كنديروا الكونسي في العلاقات الصحفيه والعامه والمؤثرين، شويه ما تقاسيناش بزاف بهاد المشكل، الا مع القطاعات اللي تقاسوا. بحال دابا كانوا عندنا دي كليون بحال دابا ديال لي زوتيل، لي غروب اوتيلي في السياحه، بحال دابا هاد الشركات ديال السياحه، هادو ما كانش يمكن لهم مازال مع من غادي يتواصلوا، لان كلشي وقف، ما كاين لا السياح الداخل لا السياح من الاجانب. دونك هاد الشركات هادو وقفوا، لان تشدوا لوتيلات، تشد كلشي. دونك هادو بحال دابا بحال هاد لي كليون وقفوا لاكتيفيتي ديالهم في هذاك الوقت ديال الحجر الصحي، من بعد استأنفوا لاكتيفيتي. ولكن التظاهرات الكبار كلشي براتيك موقف. ولاني وقع واحد، قال لك في اي حاجه نيجاتيف كاين دو بوزيتيف. تمام. في هذاك لو مومون اشنو وقع؟ المغرب دار واحد القفزه نوعيه في لو ديجيتال. نعم. والناس بدات كتواصل بطريقه ديجيتال. يعني الجائحه فرضت شروط جديده للتواصل. الوغ كيف قلت لك، كاين دابا ولاو كاين دي كونفيرونس ايبريد، منتديات ايبريد، كيفاش كيكونوا الناس بريزون فيزيكمون زعما جسديا، وكيجيو عاوتاني كيمكن لهم يعرضوا على دوطخ ناس اخرين اللي يمكن لهم يتبعوهم عن بعد. وهذاك التتبع عن بعد مهم بزاف ديال المجالات. علاش؟ لان تقدر توشي العالم كامل. سيتادير كو بحال دابا كنتي كدير واحد لا كونفيرونس كيجيو فيها الناس، كيجيو كيحضروا الناس، واحد العدد قليل ديال الناس اللي كيجي كيحضر، دابا يمكن لك تنتشر بواحد الشكل زعما اونكور بلوز امبورطون، لان كيقدروا الناس يتبعوك عن بعد. نعم، كما قلتي كاين تقنيات جديده، كاين زوم، كاين مايكروسوفت، كاين ميت، كاين بزاف ديال التقنيات. نعم. وكنشوفوا حتى في اليشال انترناسيونال، بحال دابا كتلقى لو جي 5، بحال دابا لو جي 5 كيتجمعوا غير بار وزراء الخارجيه كونفيرونس. نعم، كتلقى بحال دابا وزراء كيديروا واحد اللقاء، كيديروا غير هذا. نعم. كتلقى حنايا المجلس الحكومي. المجلس الحكومي. نعم. بوندون اون سيرتين بيريود كان سي العثماني كيديروا افيك لي مام دو غوفرنمون ديالو غير عن بعد. نعم. دونك دار حل بزاف ديال الجائحه. فرضات شروط، فرضات واحد الشروط جديده وتقنيات جديده ديال التواصل، واللي المغاربه دغيا تادابطاو معاها، ودغيا واكبوها ومشاو فيها وتطوروا فيها. دونك سكي امبورطون. وهاد الاسباب اللي قلتي دابا واش هي اللي خلاتكم تطلقوا واحد المركز تفكير تينك تانك ان برو؟ شنو هي الاسباب؟ الوغ حنايا قبل ما نوصل لهاد المركز هذا، اشنو كيفاش جاتنا الفكره؟ لان جوستومون مع الجائحه. نعم. وبصفتنا حنايا وكاله ديال التواصل، اون سي دي خصنا نديرو بعد لي زاكتيفيتي اللي غادي نكومونيكيو بهم، اون اتوندون كو الوضعيه ترجع لواحد الشكل ديالها الطبيعي.
واخا انها من حد الان ما وصلتش للشكل ديالها الطبيعي. نعم. دونك لانسينا كان جا رمضان، لانسينا دي زاكسيون في رمضان مع المؤثرين. جا الصيف، لان الصيف كلشي الحدود كانت مشدوده، بغينا حنايا نكومونيكيو على بلادنا وعلى شنو واقع في البلاد ديالنا. دونك درنا واحد لي زاكسيون باش در سميناها مي فاكونس او ماروك، باش نبينو اشنو هو هذا الجهات واشنو المناظر الخلابه اللي عندنا في بلادنا. واشتغلنا مع مؤثرين في هذاك الوقت حتى هو. ومن بعد بقينا حنا كنديروا بحال هاد التظاهرات، بقينا كنديروهم باش نبقاو على اتصال مع الشركات، ومع باش نبقاو باينين في الواجهه ديال 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 لو سيكتور ديالنا. نعم. بعد هاد العام ديال 2021 كاينين انتخابات، جاو عندنا الانتخابات، الانتخابات المقبله اللي غتكون في شهر شتنبر. دونك حنا من هاد القبيل هذا وبصفتنا وكاله ديال التواصل، قلنا غادي نديروا غادي نكونسييو نخدموا مع الاحزاب احزاب سياسيه. وعلاش ما نتبوزيسيوناوش حتى حنايا بحال وكالات اخرين؟ لان يعني كاينين وكالات اللي كيشتغلوا مع احزاب سياسيه في المغرب. نعم. معروفين كاينين. نعم. دونك من هنايا هي فاش درنا هاد الـ هاد الـ لافيه الجديده اللي سميتها بي اف بوبليك افير، ديال التواصل اللوبيينغ والتواصل ديال المؤثرين والتواصل انستيتيوشنيل. نعم. وهاد الطريقه اللي طرق ديال التواصل اللي هضرت عليها دابا كنلقاوها في الولايات المتحده، في اوروبا. بيان سور في اوروبا بزاف. واش التواصل السياسي في هاد الانماط الجديده، يعني واش كتشوف يعني الاحزاب المغربيه تقدر تقبل عليها باش تجذب الناخبين؟ الوغ حنايا في هاد غير باش نفسر لك كيفاش الفكره، بهذاك لا فيليال اللي قلنا بي اف بوبليك افير اللي درنا، خلقنا واحد ان سنتر سميتو لانفلونس دو بروغري، ان تينك تانك اللي كيتسمى ان تينك تانك، اللي غادي نبقاو مختبر ديال الافكار اللي غادي نبقاو نجتمعوا فيه ونحاولوا نفهموا ونفسروا ونتناقشوا في بعض الافكار اللي كيهموا البلاد ديالنا، لا سيما ان مع هذا الموديل ايكونوميك الجديد اللي غادي يكون. دونك غادي عندنا دو لا ماتيير باش نجتمعوا ونديروا نقاشات حول عديد المواضيع. نعم. في السياسه، في الاقتصاد، في 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 الصحافه، في الرياضه، في لا كولتور، بزاف ديال كاع هاد لي سيكتور هادو اللي كيهمونا واللي كيهموا المواطن المغربي. دونك بدينا مع الاقبال على الانتخابات، بدينا بلا كومونيكاسيون دانفلونس اون بيريود اليكتورال. جوستومون هذا التواصل السياسي والتواصل عبر التاثيري مع لا كومونيكاسيون ديجيتال، مع التواصل الرقمي. لان دابا كنعرفوا ان جوستومون بهذه الجائحه التواصل الرقمي خدا واحد المكانه كبيره في 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 المشهد السياسي والاقتصادي والسوسيولوجي ديال السوسيو ايكونوميك ديال البلاد. دونك فكرنا نديرو كيفاش هاد الاحزاب السياسيه كتواصل، وكيفاش مع هاد في هاد الظرفيه هادي ديال كورونا كيفاش بغات ادابتي، لان ما عرفناش شنو غيوقع. كنشوفوا اليوم لي كا كيطلعوا، كنشوفوا واحد واش غادي يمكن لهم يمشيو يديروا مناظرات كبيره مع الناس وداكشي، واش يمكن لهم يديروهم دابا؟ لان في القبل كانوا كيديروا. نعم. مع التطور الوضعيه الوبائيه، التطور الوضعيه الوبائيه خصهم يتواصلوا مع المنتخبين ديالهم، ولكن خصهم يتواصلوا معاهم بالطريقه اللي غتكون محترمه المعايير الاحترازيه اللي كاينه دابا. دونك اشنو هما هاد المعايير؟ هما الديجيتال، هو الرقمي. دونك كيفاش هاد الاحزاب تادابتات وكيفاش دارت مجال لهذا الاتصال الرقمي؟ كاينين اللي زعما مشاو في هاد الوتيره من سنين قبل، زعما ماشي الجائحه اللي كي ديفلوبي سا من قبل، وكاين اللي يلاه بدا كيتادابتا. دونك حنايا في هاد المنتدى ديالنا استضفنا البي جي دي، استضفنا الاستقلال، واستضفنا البام، وهما كلهم كانوا
زعما اونانيم كيقولوا بان ضروري وبالضروري انهم يكونوا في المواقع التواصل الاجتماعي لان خصهم يقيسوا يفوكيتوش المنتخبين ديالهم وخصهم عاوتاني يمشيوا للشباب لان الشباب خرج من المجال ديال السياسه كيفاش يمكن لهم يرجعوهم لهذاك المجال ديال السياسه وكيفاش يمكن لهم يحببوا لهم السياسه دونك الطريقه باش يمكن لهم يتواصلوا معاهم هو لان الشباب كلهم عندهم دابا لي سمارتفون يسونسو لي ريزو سوسيو يعني الاحزاب المغربيه كتراهن على الوسائل الرقميه باش تستقطب الشباب الناخبين ومنهم الشباب زعما ناخبين بصفه عامه ومنهم الشباب اللي هما منعزفين على السياسه وعلى هذا ديسكور بوليتيك ديسكور سياسي دونك وكانت هذه هي اول مناظره اللي درنا حنايا في هذا الاطار ديال هذا لو سنتر لو تينك تانك ديالنا. نعم شكرا جزيلا نوال حوتي على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه ونضرب لكم موعدا جديد مع ضيف جديد.